الاتحاد الافريقي. تعالوا بقى نرجع ونشوف كيف يستعد الاهلي لمواجهه مودرن سبورت. اكيد مباراه صعبه جدا، وزي ما قلت في بدايه الحلقه التفاصيل المتعلقه بهذه المباراه كتيره، لكن دلوقتي معانا زميلنا محمد توفيق من مقر اقامه فريق النادي الاهلي عشان نطمئن من خلاله على اخر الاخبار والمستجدات قبل التحرك الى ملعب المباراه. توفيق، مساء الفل، والجديد عندك بشان الاستعداد لهذه المباراه والاجواء اللي عندك في معسكر الفريق. مساء الخير محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي متابعي قناه النادي في كل مكان. كالعاده نتكلم على الاستعداد، مباراه مهمه جدا امام مودرن سبورت، يعني بالطبع بيصعب من كل المباريات محمد في هذه الفتره، ضغط المباريات، توالي المباريات، مفيش فرق ما بين المباراه والثانيه، ولكن طبعا الجهاز الفني لاعبي النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، خلاص اعتادوا على مثل هذه الظروف. يمكن شايفين الحمد لله سلسله من الانتصارات المتواليه ان شاء الله تكتمل النهارده امام فريق قوي، امام فريق محترم، ان شاء الله يكون الفوز من حليف النادي الاهلي. يمكن على طول محمد الاستعداد زي ما تابعت في خلال الايام الماضيه، الفريق اتدرب على طول بعد ماتش بيراميدز يوم السبت، خد راحه لحد اتمرن امبارح. يمكن تمرين امبارح كان تمرين قوي جدا محمد، شارك فيه جميع اللاعبين بعد طبعا المجموعه الاساسيه لعبه مباراه بيراميدز، كان بس اكتفت بتدريب استشفائي يوم السبت، لكن امبارح كل الفريق اتدرب بشكل كامل. طبعا التدريب ابتدى في الاول بمحاضره فنيه المستر مارسيل كولر، اتكلم فيها مع اللاعبين عن هذه المباراه وابرز نقاط القوه والضعف في منافس اليوم فريق مودرن سبورت، كمان اتكلم عن بعض المهام اللي هي كل لعيب هيتكلم بيها خلال سير المباراه. كمان كان في تدريب بدني قوي جدا شارك فيه جميع اللاعبين، بعض الجمل الفنيه سواء دفاعيه او هجوميه كمان كان في تركيز تام عليها امبارح في التدريب. اختتم التدريب كمان امبارح محمد بتقسيمه مصغره شارك فيها اربع فرق من اللاعبين، دي كانت اخر فقرات المران. بعد كده على طول مستر مارسيل كولر اختار قائمه من 21 لاعب، دخلوا هنا في معسكر مغلق منذ ليله الامس. الفريق اول ما وصل على طول تناول وجبه العشاء، كان في اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين كعاده فريق النادي الاهلي ليله كل مباراه. النهارده كمان الفريق بدا يومه مبكرا محمد الساعه 11 الصبح، كان تناول وجبه الافطار، التمرين او التمرين الصغيره الخفيفه اللي بتقف في فندق الاقامه اللي اعتدنا عليها مع مستر مارسيل كولر كانت الساعه 12. حالا دلوقتي وانا معاك لسه اللاعبين يعني منتهين من تناول وجبه الغداء. قائمه الفريق بالطبع محمد يعني النهارده بيزينها عوده محمود عبد المنعم كهربا راس حرب الفريق، وكمان بيرسي تاو العائد بعد غياب بسبب الاصابه، طبعا بيغيب عن مباراه اليوم عمرو السوليه زي ما دكتور احمد ابو عبلك زي ما دكتور احمد جاب الله اتكلم في اخر مران وقال ان عنده شد من الدرجه الثانيه في عضله السمانه، كمان احمد عبد القادر اللي اصيب بجزع في الرباط الخارجي للركبه، وعمر كمان عبد الواحد اللي شارك في تدريبات الامس ولكن اكتفى بس محمد بعض التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه في الجيم، وان شاء الله يكون موجود في التدريبات الجماعيه بعد مباراه يعني مودرن سبورت اليوم. كل الاجواء هنا رائعه محمد كعاده معسكرات النادي الاهلي، الكل مركز، الكل عنده هدف واحد وهو تحقيق الفوز، خاصه زي ما اعتدنا على طول محمد مباراه مودرن سبورت والنادي الاهلي دايما بتبقى مباراه قويه. اربع مباريات من قبل كان التعادل في ثلاث مباريات والفوز في مباراه واحده للنادي الاهلي، ان شاء الله النهارده يكون الفوز الثاني، ثلاث نقاط غاليه استكمال سلسله الثلاث المتواليه، وان شاء الله خطوه جديده نحو قمه الدوري العام والحفاظ على لقب العالم الثاني على التوالي وال44 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. طيب برنامج الفريق توفيق، يعني النهارده برنامج الفريق بدا امتى؟ التحرك للاستاد هيكون امتى بالظبط؟ تكلمتني ان من شويه كان الغداء المحاضره، هل النهارده كانت في محاضره صباحا وفي محاضره ثانيه قبل التحرك؟ ويعني هل في امكانيه ان شاء الله للحاق عمر كمال بمباراه الكاس او مباراه بيراميدز، ولا الجهاز الطبي مدي مساحه وقت اكتر لراحه عمر كمال عبد الواحد؟ واحمد عبد القادر كمان لو اسالك عليه. يعني يا محمد يعني زي ما قلت لك احمد عبد القادر يعني الاشعه اثبتت اصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبه، لسه يعني مده غيابه لم تتحدد، ولكن طبعا شغال في تدريباته العلاجيه والتاهيليه مع دكتور احمد جاب الله والجهاز المعاون. يعني عمر كمال عبد الواحد كمان زي ما انت عارف احمد كانت نازله معويه دخل على اسرار المستشفى، ولكن الحمد لله خرج بالسلامه. يمكن كمان زي ما قلت لك كان موجود في التدريبات بالامس، ولكن بس شارك في بعض التدريبات في الجيم تاهيليه وعلاجيه، ان شاء الله من بكره او سواء مستر مارسيل كولر قرر ان في تدريب بكره او بعد غد هيكون موجود في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا. مشاركته بقى في المباراه من عدمها دي ترجع طبعا لمستر مارسيل كولر وجاهزيته الفنيه ووجهه نظره طبعا في اشراكه من عدمه. النهارده محمد زي ما قلت لك يمكن اللاعبين من لحظات قليله يعني انتهوا من تناول وجبه الغداء، ان شاء الله كمان هيبقى الساعة 6 وربع هيكون في محاضرة، من بعدها إن شاء الله هيبقى التحرك لاستاد القاهرة، طبعا يعني المباراة إن شاء الله مقرر ليها 9 مساء. النهارده بالطبع كمان يا محمد المباراة هي مباراة مودرن سبورت اللي لبسه المعتاد زي ما احنا عارفين اللون الأحمر بالكامل، فإن شاء الله النهارده النادي الأهلي هيظهر بالزي البديل الأسود بالكامل، لأنها طبعا مباراة مودرن سبورت المباراة المؤجلة من الجولة 17. زي ما قلت لك حالة من التركيز الكبيرة جدا، اللاعبين على طول في حالة ترابط يا محمد، يمكن ما بقاش في محاضرة يوم المباراة الصبح في فندق الإقامة، بس يبقى في زي ما قلت لك وجبة الفطار بتبقى
اول حاجه، بعد كده بقى فيه تمرين خفيف دايما مستر مارسيل كولر عود اللاعبين عليه، عشان طبعا ما بقاش فتره الراحه اللي خلد لها اللاعبين كبيره جدا ما بين اخر تدريبه قبل المباراه بيوم وقبل على طول الاحماء وبدء المباراه، فبكون في تدريبه صباحا. المحاضره بتبقى على طول او قبل التحرك يا محمد على طول بنص ساعه، بيبقى في محاضره من الجهاز الفني مع اللاعبين اللي بيضع فيها كل الخطوط العريضه، بيعلن فيها تشكيل المباراه وابرز التكليفات للاعبين خلال سير المباراه. لكن كعاده النادي الاهلي محمد اللاعبين الكبار بيقعدوا مع بعض ليله المباراه، بيبقى في كلام بيحفزوا بعض، بيتكلموا في كل الامور الفنيه وكمان الامور يعني زي ما بيقولوا التحفيزيه. طبعا بيبقى موجود على طول دكتور احمد ابو الوفا الاخصائي النفسي مع فريق النادي الاهلي لو في اي لعيب حابب يتكلم معاه ويتكلم بشكل جماعي او فردي. كلها محمد حاجات رولز كده ثابته في فريق النادي الاهلي ليله المباراه. طبعا كنت بتطلع معسكرات كتيره وعارف الرولز اللي بيمشي عليها النادي الاهلي، دايما مركزين بغض النظر عن المنافس، انت مركز هدفك واحد بس هو الثلاث نقاط، وانك تخطو خطوه بعد خطوه وتوصل للهدف الكبير هو البطوله باذن الله رب العالمين. هو امام عاشور عامل نيولوك كده جديد على طريقه بيرسي تاو على فكره، عارف انت الطريقه الافريقيه كده، في نيولوك جديد بالطبع محمد. يمكن طبعا لاعيبه النادي الاهلي انت شايف يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديمها نعم علينا يا رب، حاله من الانتصارات المتواليه. امام على طول انت عارف لاعيبه الكوره دايما بيبقوا يعني مثل اعلى الكل في كل العالم، دايما تلاقي التقلعات دايما بتبتدي من نجوم الكوره. يمكن كان زمان بيبقى الفنانين شويه لكن دلوقتي خلاص على مستوى العالم، زي ما تابعنا كمان بطوله الامم الاوروبيه كان في اكتر من لاعب عامل يعني تسريحات جديده كالعاده. طبعا في مصر امام واحد من نجوم الكره المصريه، واحد من ابرز لاعبي الدوري المصري ومنتخب مصر، اعتقد ان الحاجات دي بتشد الجماهير والجماهير بتحبها جدا، خاصه لما يكون لعيب كبير جدا زي امام فنيا في الملعب وكمان سلوكيا حاجه جميله جدا. طبعا بتبقى زي ما بقول لك كسر الملل، مباريات ورا بعض على طول، معسكرات. فاعتقد يعني امام من النجوم اللي ناس كتير قوي بتحب تشوفها وتحب تقلدها، فطبعا بالتوفيق وان شاء الله يكون النيولوك كمان وش الخير عليه النهارده، وباذن الله يتالق وباذن الله يحرز والنادي الاهلي يحقق الفوز، وده الاهم في البدايه والنهايه يا محمد باذن الله. باذن الله زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق، نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي، وشكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات. لسه عندنا تفاصيل اكتر ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل.